دول يا فندم الاوضتين، اوضه لحجز الرجال واوضه لحجز السيدات. بس احنا المعلومات اللي عندنا انها اوضه واحده بس في الاسم تحت السلم. لا يا فندم، طول عمرهم اوضتين تحت السلم يا فندم. اوضتين. طب ثانيه بس، عندنا اجتماع. شكوزي شوزي بس فوز كيرز بيروز لا بوليسية هنا امورس بيروز. هنعمل ايه في المصيبه دي؟ بيقول لك اوضتين، فين الاوضه اللي فيها الفلوس فيهم؟ ما كله سبب الزفت يا عم بندق، ما بيقولش الحاجه على طول على بعض. ما هو ما يبقاش عم بندق لو ريحنا، لازم يحط لنا العقده في المزمار. منشار حلو المزمار، مش مشكله. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ المأمور قدامنا والاوضتين اهم، هنخش ازاي؟ مش عارف. هو في حاجه يا فندم؟ لا لا، هم بس مستغربين يعني ان انتوا فاصلين الرجاله عن الستات ليه؟ لا يا فندم ما تستغربوش ولا حاجه، اصل احنا محافظين جدا. مفهوم مفهوم. تحب حضراتكم بقى نتغدى الاول ولا نخش الحجز ولا تحت امركم عايزين تعملوا ايه بالظبط؟ شكاز جز بيز كورس فاري فيجو فينيش ميشن فيرست. هنخش الميشن فيرست، يعني نخش الحجز يا فندم. الحجز من تحت امرك يا فندم. يا عمران يا فندم افتح حجز الرجاله يا ابني. تحت امرك يا فندم. اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا اتفضلوا يا فندم اتفضلوا يا فندم. ايه ده؟ احنا في الزنزانة ولا في العيد؟ ايه رأي حضراتكم يا فندم؟ شفت المساجين عندنا عايشين ازاي؟ عشان تبلغوا الأمم المتحدة إن المساجين بتوعنا عايشين عيشة زي الفل. مأمورات دي اشتغالات، فين المسجونات اللي في السجونات يقعدوا على قرافيسات؟ شهادة لله يا فندم الكذب خيبة. اللي أنت شايفه ده يا فندم ده موجود على طول. اللي زاد بس يا فندم النهاردة هم شوية البالونات. عشان عيد ميلاد عم حسين. كل سنه وانت طيب يا عم حسين. شفت يا فندم؟ كانه منتجع بالظبط. احنا يا فندم مسمين الحجز بتاعنا هاسيندا يا فندم. وكل حجز يا فندم ملحق معاه جنينه. ان شاء الله في التطورات والتوسعات اللي جايه هنبني 3 حجوزات وكل حجز قدامه جنينه عشان اللي يحب يشوي وكده يعني. فوتين كتن باكسن بس ما تريتسكت. بتقول لحضرتك يا ريت لو نفضي الزنزانه خالص من كل المساجين عشان نرفع المقاسات ونتاكد ان العدد مناسب للزنزانه. تحت امرك تحت امرك يا فندم. في ميزه بقى كمان في السجن عندنا يا فندم، احنا بندي كورسات انجليزي للمساجين. ليسن تو مي، ليسن تو مي، ستاند اب. بعد اذنكم يا رجاله هنطلع بره شويه عشان المقاسات بس. استنى استنى استنى، يطلع بره ايه؟ دول مجرمين وهربانين من العداله. دحو احنا لازم نمشي من هنا حالا فعلا. وي هاف تو ليف. يا سعاده البيت، دول عصابه النجوم. عصابه نجوم ايه يا مجنون يا اهبل انت؟ دي الامم المتحده. خرب بيت البرشام اللي بتاخده. انا اللي باخده برضه؟ امم متحده ايه ونيلة ايه يا سعاده البيت؟ دول عصابه النجوم وانا حاسبه ساعتك اهو. اتفضل يا سعادتك بيه واهو. بتعمل ايه متخلف؟ دي دقني بجد. الواد ده اسمه هاني يا سعادتك بيه. احنا عملنا مقلب في حضرتك ودي كانت الكاميرا الخفيه، وده فعلا اسمه هاني، حتى ده برنامج هاني في الزنزانه. هاني في الزنزانه، هاني في الزنزانه، ده في ايده جراب جواه قباب جواه. اوعى تزعل مننا واحد ابوك. سقفه بقى لحظه المأمور يا جماعه. بس هنا بس هنا نقول باي باي للكاميرا اللي فوق. يلا بينا. أمم متحدة؟ حد قال لحضراتكم إن أنا خريج شرطة تعليم مفتوح؟ ولا مأمور الملاهي؟ ها؟ جيتك من آخر لبنان ها؟ عشان ليك نصيب تتنفخ في مصر. وده اللي بيتكلم أسباني مكسر؟ هلحمهولك. صور فوق وتحت ها؟ فوق وتحت. أنا هعمل معاك واجب بقى. هصورك وش وجنب. ملك وكتابة. أيوة لطيف، ملك وكتابة. ودي لزمايلك إصابة النجوم. ان شاء الله يتحكم عليهم ب 100 سنه سينما. ايوه احزاي يا اخي. عمران يا فندم، العيال دي حاضر يا فندم. اتفضلوا تعملوا ايه؟ اتفضلوا خش يا حبيبي. اتفضل خش. رايح فين؟ ليه يا عمران؟ انت عمران ليه؟ ادخل انت يا عمران. اتفضل جوه. قالك هاتهم كلهم. عمران ليه؟ ليه يا عمران؟ هاتوا لي المعمور. ليه والنبي؟ ليه؟ الله يخرب بيتك يا ابو الدهبي. يا فجركم يا جبروتكم يا قدرتكم، خلاص
خلصتوا الفنانين وهتلفوا على ضباط الشرطه؟ كنتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تهربوا مني؟ بعينكم يا باشا، ده احنا قعدنا نص يوم في القسم لمؤاخذه ما حدش حس بينا. اخرسي اخرسي حضره الضابط حضرتك انت تخرس خالص خالص. انتوا عارفين متقدم فيكم كام بلاغ؟ عليكم كام قضيه؟ اولا شروع في قتل الفنانه هند صبري، ثانيا شروع في قتل الخليل كوميدي، هو يستاهل بس في الاخر ده بني ادم، ثالثا سرقه الفنان احمد فهمي، رابعا بيومي فؤاد مقدم فيكم 30 بلاغ منهم بلاغ انه ما خدش اخر دفعه، وفي الاخر عاملين لي فيها بتوع حقوق انسان. حقوق انسان يا باشا؟ والله ده احنا بنهزر والله. بص انا لابس بتاع شاورما. شاورما؟ ده انا هحطك على السيخ. وانا كل ما حد يشوفني يحطني على السيخ. ايوه. انتوا عارفين مجموع الاحكام عليكم كام سنه؟ 120 سنه سجن. هتتسجنوا سنه سنه وتتنفخوا سنه سنه. يا فندم هو في حد بيعيش 120 سنه؟ ما تقطعش، قول ان شاء الله. يا حضره الضابط انا عايزه اعترف على نفسي، انا السبب في كل ده، انا اللي رجرجتهم ورايا. رجرجتهم whatever، ودبستهم في كل الجرائم والمشاكل دي. نيلي انت بتقولي ايه؟ انت كده هتودي نفسك في داهيه. بس يا سيف انا المسؤوله حضرتك عن كل الحاجات دي، هم مالهمش ذنب ما تسمع لهمش. ايوه يا حضره الضابط، هي المسؤوله عن كل حاجه، هي دي العقل المدبر، هي دي ونوس يا فندم اللي قاعد يغوينا واحنا فقراء وغلابه واستغلت جهلنا. سوري يا ضابط، هاني واتشي. اه المفروض بقى اصدق انا المسلسل التركي الاوفر ده واسيبكم تمشوا. يا فندم مش تركي، سوري سوري. او وات ايفر، هتتنفخوا يعني هتتنفخوا، وهتتحبسوا يعني هتتحبسوا 120 سنه. يا امين مغربي تعال خد. استنى استنى. طلب بسيط. ممكن ناخد مع بعض سيلفي برياكشن الجريمه لا تفيد؟ ممكن. يلا يلا. بس هتعمل لنا تاج بقى كلنا. تاج وكل اللي انت عايزه. عيني. يلا خش خش خش. حلو قوي، الولاد هيفرحوا بيكوا جدا، انا مبسوط والله العظيم. خدهم يا امين على الحجز. طب ما نصور شويه صور كمان كده، يعني اوضاع مختلفه. امشي امشي. جميلة جميلة حلوة، الولاد هيفرحوا بيها جدا. ادخل قدام مني يا مسجون انت اهو. ادخل. ايه ده؟ امال احنا شيل البسين اللي كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلدية هي اللي شالته يا سيف، ما هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانة. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت كنا ايه؟ الحمد لله. تعالى قاعد انت اهو اتلقح هنا. حلو اللي انت عملته ده. عملت ما عملتش حاجه انت سمعت؟ ايوه انت لسه عامل يلا. حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده يا ابني، انا سامعك بودني اهو. بس 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 مش بقول لك تعالى اتلقى هنا انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش راكنه يعني، لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه. يلا يا خفيف انت اهو، كل واحد يقلب نفسه. يلا يقلب نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه؟ ظريف ظريف وخفيف. يا تصدق انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك، طلع اللي في جيبك. يلا امني، طلع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل محفظتي ايه؟ انا معيش حاجه. لا يعني ايه معيش حاجه؟ اديله اي حاجه. معيش حاجه و... اديله مراتك، اديله كليتك. طب استنى بص بقى، شفت معايا ده يا اختي؟ جميلة عسل. اهو كده بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمة؟ لا ماشي مع الجربية البستاج. طب يلا انت هو اتلقح هنا. شوف بقيت معلم. اه السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكرة. خلص. طيب ماشي. بص يا معلم واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجة. يلا يا مسهوكة يا اختي يلا. يلا. انت مسهوكة؟ قال لك انت مسهوكة. يا اهلا. يا الف اهلا وسهلا. شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا يا ضاحي؟ اه يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ اه تونسوني. ايش مسيرها ترو وتحلى. لا وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي، لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضاحي اللي كان بيهرج معاكوا بره، انا هنا تقيل وتقيل قوي. اه ده ضاحي. ايوه يا معلم. حسين ونسي الجهاز معاك؟ والله ما لحقت يا معلم، الفرده الواحده قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني المع لك الفرده التانيه. خلص نفسك. حاضر يا معلم حسين.
أنا أسمع عن جزمة 40، جزمة 45، لكن 145 والله ما شفت. وأجي أمسك الفردة الأولانية ألاقي فيها واحدة ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا، والتانية مأجرها للطلبة المغتربين. أنت طلعت مسخة بقى وبتمسح الجزم. اخلص أنت والطاري اللي معاك. طاري؟ أنا ما بقتش طاري. لعلمك أنا دخلت إسام أكتر منك. سيف الطيب مات وأنتوا اللي قتلتوه. من النهاردة أنا ما اسميش سيف. من اسمك إيه؟ ناصر الدسوقي. بس يا بابا، بس يا بابا حبيبي، روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي، ما توجعليش دماغي. يلا اخويا رب عيالك، رب عيالك. تتحداني يا ضحي؟ ايه تتحداني؟ اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادلي يالا. ما تقولي اي حاجة يا شيرين. هقول ايه في الظروف دي؟ معرفش. قولي اي حاجة بس ما تفضليش ساكتة كده، انا خايفة. لا بقولك ايه، انا مش عايزاكي تخافي، فكي كده، لسه قدامنا 120 سنه سجن. لا يا شيرين لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي، انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقه في السجن ده. انا عايزه بس اقعد. ما تلمي رجلك يا بنت، احنا شغلنا مكانكم البلاطين دول، ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك، وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي، لو مش عاجبك بلغي اختي البوليس. لا بقول لكم ايه، اتمسوا وقولوا يا ماسة، مش عشان انا لابسه لكم التيده ابقى خلاص بنت ناس، ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفين يا اخي انت مين؟ مساء الخير يا فندم، حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو. احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفراء اللي معاكي دي. نعم. بقول لك هزي انا انت والبنت دي. ايوه يا فندم، اوكي نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض، بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق، يلا يا بنت انت وهي وسعي لها وشغلوا المزيكا، خلينا ننبسط. يلا يا هي الحفلة دي معمولة عليكو؟ يا نهار أبوكو أسود؟ دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة. ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ هو الأول. لا يبدأ أنت الأول. لا يبدأ أنت الأول. خلاص طالما أنا اللي هبدأ يبقى اللعب على الأب وعلى الأم وعلى المشرحة. موافقين؟ موافقين. حيث كده يا رجالة يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطة. موافقين؟ موافقين. ابدأ يا معلم سيف. ابدأ. ابدأ. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. ضاحي.
دلوقتي حصل تعادل يا رجاله، كده بقى هننتقل للمستوى الاصعب، للمستوى الاخطر، للمستوى الاشرس. هنلعب عاميه. عاميه؟ ايوه. ابدا. ابدا. ابدا يا ام سيف. حاج سعيد انت اتنين بوسطن؟ ايوه. ماشي. انت واحده بالمونت انت. سيف. ماشي. ابدا. ابدا. ابيك عاميه. 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 ابيك أبيك عامية. 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 حطي عندك وخف من وش. مبسوطه مني يا معلمه؟ امشي بقى. حاضر. وانت ايه اللي جابك بقى يا خالتي؟ محبوسه على ذمتكم يا اختي. قال ايه؟ بتستر على مجرمين، مع ان انا قلت لهم على كل حاجه اعرفها بس ما صدقونيش. طب وفين ماما ميمي؟ ماما ميمي عملت فيها عبيطه يا اختي. قال ايه؟ ما بتسمعش وما بتفهمش وما بتتكلمش، وخدوها على الخنكه. يا حبيبتي يا ماما ميمي. يا حبيبتي يا ماما ميمي. صباح، انا عايزه اقولك حاجه للمره 9 مليون. انت بجد جامده، بس انا مش عارفه احنا من غيرك كان ممكن يحصل لنا ايه. لا بقولك ايه، انا عايزاكي تجمدي كده وتمسكي نفسك. انا مش باقيالك هنا يا حبيبتي، انا ممكن اخرج في اي وقت من هنا، انما انتوا قاعدين. قاعدين؟ لا بليز ما تقوليش قاعدين، احنا ممكن ناخد براءة. براءة من انهي قضية يا نيلي؟ ده احنا حتى معناش فلوس نقوم محامي. اه صحيح، انتوا عملتوا ايه في موضوع الفلوس بتاع جدكم؟ الله يرحمه ويسامحه بقى. بصي، الفلوس تقريبا موجودة هنا. هنا فين؟ مكتوب في القصة اللي في المجلة ان الفلوس موجوده في الاوضه السحريه اللي تحت السلم، يعني يا اما الاوضه دي يا اما الحجز بتاع الرجاله. هنا فين؟ انتوا مجانين؟ ايوه يا خالتي، ما هو الاسم ده كان بيت عيله جده زمان. شوفي ازاي. ما تطلعي كده اشري هنا المجله يمكن نفهم حاجه. يا نيلي اطلع المجله ليه؟ ما هي معروف اللي فيها. ميكي كان بيلعب شطرنج مع دونجل في الاوضه السحريه. بس ايه علاقه دونجل بالاوضه السحريه بالشطرنج؟ معرفش، ما انا قاعده معاكي زي الهبله اهو. شيرين. ايه؟ بصي على الارض كده. مالها بقى الارض يعني؟ ليه هتقعدي تقولي لي معفنه ومطربه؟ مش وقت تناكه خالص. لا، الابيض والاسود ده مش بيفكرك بحاجه؟ عادي، بيفكرني بالحمار الوحشي مثلا. يا غبيه، البلاط الابيض والاسود الشطرنج. ليديز، ممكن ترجعوا لورا بليز؟ ايوه، خلاص كده كل واحده واقفه في مكانها. طب نيلي، ما بدل الخوته دي ما نكسر كل البلاط ونخلص. لا طبعا، لو كسرنا هيسمعونا كده هنتكشف. طب انت هتعرفي البلاطه منين بقى؟ في القصه في الاخر ميكي لما عمل لدونجل كرش ملك. كرش ايه؟ اسمه كرش ملك. Whatever. لما عمل له كده قال له على مربع الملك، هذا المربع او كعكه في الخطيئه وجعلني افوز. فهو ده المربع اللي هنحفر تحته. دلوقتي احنا هنقعد نلعب اللعبه لحد ما نلاقي المربع. صدقي والله ممكن. جايز برضه. دلوقتي انتوا الفريق الابيض وانتوا الفريق الاسود، والصف اللي قدام هو العساكر، واللي ورا حضرتك طابية، حضرتك حصان، حضرتك فيل. معلش بس هستأذنكم، كل واحد يمثل دور اللي هو عامله، يعني الحصان يعمل حصان، الفيل يأكت عنه فيل كده. يمثل ايه يعني؟ اللي دول مجرمين، يعني لو خالتي خلقها داء وسيبتهم علينا هيقتلونا. ايه اللي يمثل ويأكت؟ يأكت ايه؟ مش بيأكتوا. اوكي خلاص، يلا نبتدي.
العسكري الأبيض اللي قدام الحصان يتحرك بلدتين. الله، بنقول العسكري الأبيض اللي قدام الحصان يتحرك بلدتين. لا 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 لا، حضرتك يا طنط، حضرتك نمبر 2. أنا؟ أيوة حضرتك. حضرتك في فريق إيه؟ الأبيض. ودورك إيه؟ أنا العسكري الأبيض. واللي وراكي دي إيه؟ حصان أبيض. يبقى تتفضلي تتحركي بلدتين. ما تتحركي بقى بلدتين، ما تبقيش غبية. حاضر. أوف. حاضر. ثانك يو صباح. تاني حاجة، العسكري الأسود اللي قدام الوزير يتحرك بلدتين. لا إله إلا الله يا جماعة، انتوا ضاربين إيه؟ بنقول العسكري الأسود يتنقل اللي قدام الوزير يتحرك بلدتين. ما تخلوناش نعملها معاكوا بقى. ما تخلصي يا أختي انتي وهي، مستحملانكوا بس عشان الست صباح. أنا ممكن أشيكوا في وشكوا عادي يعني. أسفة أسفة يا ست الكل، أسفة. وانتي يا أختي اطلعي كده. أوكي، تالت حاجة، الفيل الأبيض يتحرك دياجونال يمين. مش هيفهموا هما إيه ده. يا جنال ده اشرحي لهم انتي. الفيل الأبيض يعني إيه دياجونال؟ دياجونال يمين يعني كده. سان بوكسا. سان بوكسا. الفيل الأبيض يتحرك سان بوكسا يمين. رابع حاجة، الفيل الأسود يقتل العسكري الأبيض. لا اعملي ايه؟ استني يا ولادي، بتعملي ايه؟ ما انت قلتلي اقتليها. لا اقتليها ايه؟ ما قلتش اقتليها، اقفي مكانها بس. اهربي يا حاجة بسرعة، اهربي. موتك. العسكري اللي قدام الطابية البيضاء ياخد خطوتين. اوعي تقتليها. يتحرك ثلاث خطوات وكش مات. يلا بقى يا خالتي قومي من هنا. يلا فين؟ انا تعبت، روحي تعالي ارجعي اطلعي، مش رايحه حته. لا خلصي صباح، اللعبه خلصت. خلصت خلاص؟ ايوه. ومين اللي كسب؟ انتي، انتي الكوين بتاعتنا. يلا كلنا نسقف لصباح يا جماعه. بتاعتكم. ايوه شكرا يا جماعه. يلا يا جماعه اتكلوا على الله، كل واحد يشوف مصلحته. اروح فين بقى؟ قعدي بقى هنا لحد ما نخلص ونقول لك. طيب شيرين، هي دي البلاطه يا رب. طب اوعي لي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دكتوره البلاطه عندها حاجه؟ لا مفيش حاجه، البلاطه بتسهل بس. يا ظريفه استني، تقريبا البلاطه دي تحتيها حاجه. طب دلوقتي احنا محتاجين حاجه عشان نكسرها بيها. خالتي معاكي حاجه اكسر بيها البلاطه دي؟ يا ام سماح. امور يا حبيبتي، معاكي حاجه يا اختي نكسر بيها؟ هشوف لك. انت ورزقك بقى. اهو لقيت لك شاكوش اهو. طب لو سمحتي معاكي شاكوش تاني عشان انا كمان عايزه اكسر معاها. ده انت طلباتك كتيره بقى، ابصلك. لقيت لك واحد صغير اهو. ايوه صعب قوي. برافو برافو. طب ما تساعديني. طب الحمد لله. شيلي دي شيلي دي. يا كي يس. استني في كيس اهو. لقيتي؟ في حاجة في حاجة. براحة براحة براحة. شو انت؟ ده بجد؟ لا
لا اكيد مش بجد، اكيد مش بجد يا نيلي. لا لا خلاص، لا 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 اكيد بتدوس. خلصتي شيرين. لا يا نيلي خلصتي شيرين. لا يا نيلي اكيد بتدوس. لا خلاص، لا يا جدو يا خلص. لا لا يا جدو يا خلص. لا ثانك جاد ان في ميه. هاي شيرين حليتي كلمات المتقطعة؟ يا ستي اديني بقرة بنتسلى. بتتسلي ايه؟ مفيش وقت. ما حليتيش ليه؟ ليه مفيش وقت؟ ده المدة لسه طويلة، ده احنا لو قعدنا كل سنة نكتب حرف مش هنخلص مدة السجن اللي احنا قاعدينها. انتي نيجاتيف قوي ليه كده؟ لا نيجاتيف ليه، ما الجو هادي اهو وجميل والهوا يرد الروح، والولية اللي هناك دي كل شوية عمالة تعمل بومبا ورا بومبا لغاية ما خلاص عمتني. اقولك يا نيلي عشان انا وانتي نبقى بوزيتيف، تعالي نتخيل بقى ان العسكري جه على الباب هنا وخبط قال نيلي وشيرهان افراج، وطلعنا انا وانتي بقى بالمجله الجميله دي حلينا الكلمات المتقاطعه، تفتكر هنلاقي فلوس؟ ابدا، هتلاقي عدد تاني وعدد ورا عدد، وبصي بقى ايماجينيشن هتلاقي بقى عدد جديد مثلا في مقلب زباله والتاني في خرابه. لا 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 يا شيرهان انتي محبطه قوي. مالكوا قاعدين مبوزين كده ليه وضربين لي بوز بلبس الغربان اللي انتوا لابسينه ده؟ ما تنبسطوا كده. عندك سجاير يا ام سامح؟ سجاير ايه؟ اللي ام ازرق والله ازرق عين. خدي يا حبيبتي تعيش. خدي ولاعه تاني كمان. يلا خالتي ام سامح والنبي والنبي الاقيش عندك شاحن سامسونج وشويه مسحوق غسيل؟ اشوف لك. يا رب يخليك. المسؤوليه دي ما بحبهاش. خدها دي الشاحن وادي ده اخر راح. ماشي يا حبيبي شكرا. ام سامح يا اختي ما تشوفي كده جاتي جوابات؟ لا يا اختي ما فيش جوابات، بص هتيجي بعد ساعه. ماشي. عايزين حاجه يا بنات؟ خالتي شوفي عند ام سامح كده في مانجا. عندك مانجا يا ام سامح؟ ولا لا عايزاها صحيحه ولا عصير؟ صحيحة ولا عصير؟ لا عصير. عصير. أشوف لك يا أختي. يا رب تلاقي مانجا. تفضل. شكرا يا أم سماح. مش معقول أم سماح أنت بتفكريني بواحدة كانت بتطلع في الأفلام زمان بحبها قوي اسمها ماري بوبينز. طب أم سماح أنا هطلب منك طلب صعب جدا، عندك فانيلا لاتيه؟ عينيا يا حبيبتي خد. استنى اشربي يا اختي بقول انا بالشيفة. طب انا عايزة بفوم. هاتي يا اختي شوف اخرتها. خدي يا حبيبتي. شيرين انا جاتلي فكرة فظيعة، خطة معتمدة على ام سماح. ام سماح ممكن تيجي معايا ثانية عشان أنا عايزة أدور في الكشك بنفسي على حاجة؟ عينيا يا أختي. يلا. على إذنك يا أختي. اتفضلي. كل حتة. مية وعشرين سنة. مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم يا رب. 120 سنة. خلاص يا عم الحاج بقى 120 سنة 160 سنة ما تخوتناش. هنفضل هنا 120 سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. 120 ناقص 5 بكام؟ ليه؟ 120 سنة، شيل منهم الخمس أيام اللي احنا قعدناهم، يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟ مش فارقة لأنهم 120 سنة. 120 سنة بس. اهي جت اهي. مين دي؟ الفكرة هنهرب من هنا ومعانا الخطة. نهرب؟ اه. نهرب ازاي وخطة ايه؟ بسيطة، احنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الانذار يضرب يفتحوا البيبان يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطة حلوة وذكية بس مفيش حد هنا معاه ولاعة بياخدوها مننا واحنا داخلين. بسيطة، هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض ونجيب زلطتين، زلطة هنا وزلطة هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. أنت مش عايز تولع، أنت عايز تحكها. أنا أعمل أي حاجة بس أخرج من هنا. أنت عيل مياس ولا بتعمل أي حاجة.
ايه ده؟ ايه التدخين ممنوع ولا ايه؟ انت معاك ولاعه يعني؟ بقى لنا ساعه بنقول فين الولاعات وانت معاك ولاعه؟ يا جماعه ما حدش قال لي هات الولاعه، ما انت شايفني بولع سجاير من الصبح. يا بجحتك يا اكل. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه اصلا انذار هنا؟ وحتى لو فيه انذار مين اللي قال لك ان هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي، في حد بيتكلم هنا؟ احنا اسفين يا عم حسين، احنا كنا بنقول حسين فهمي بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. وعم حسين ده جاحد. والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحد عنده جوز يا جماعه ومش محتاج يضرب، كفايه الذبذبات بتاعت صوته دي تدمرك اصلا. حسيتها. طب انا عندي فكره نهرب بيها. ايه قول. بص هي اتعملت في افلام كتير بس حلوه. ما لو اتعملت في افلام كتير تبقى مفقود. اسمعها طيب للاخر. احنا نجيب المواس ونجيب ميه ونحط المواس في بقنا ونشرب ميه ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارينا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى. من المستشفى الهرب بيبقى اسهل. يا سلام يا سلام. طب افرض الشارع واقف، الكوبري واقف، عربيه الاسعاف اتعطلت، نتصفى كده كلنا؟ لا خالص، ممكن احط صباعي في بقي ارجع تاني. ترجع ايه؟ ارجع المواس. لا لا مفيش ترجيع. ليه ما يرجع؟ لا خد المواس مفيش ترجيع. الله، هو مش معاه فاتوره؟ معلش ما عدى اسبوع. لا ما ينفعش ترجع الا ايه ده؟ ايه ده دخلني في السكه دي ليه؟ حلوه السكه. حلوه ايه؟ احنا بنشوف هنهرب ازاي يا سيدي. ما ينفعش ترجعه من هنا. مرجعه منين؟ لو رجعته من هنا هتتدبح. ايوه رجعه منين يعني؟ ترجعه من هنا. بس يا ضحي، بس يا ضحي يا نازله بقى تقعد. بس يا ضحي، بس ما تقرفنيش، خيالي شغال. واد لو انا كلوني بعديها على طول عشان اللي انت عايز. سيف صادق هذا الحق اهو افندم. هاري شاكر محمد فؤاد. انت اوبر تسمع؟ لا ما مش محرم فؤاد. انت بتقول لي محرم فؤاد؟ صاحي محمد منير. وري اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. لا احنا زعلانين منه، خليه هو اللي يجي. اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. اتفضل. حاضر. في ايه يا حظ منه؟ هو جاي وفي عين الشر. يلا طهو اهو. 120 سنه120 سنة. نيلي عم بالراحة. نيلي انت كويسة؟ اوعى يكون حد عملك حاجة، اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا. ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف، انا اسف جدا، اصله شكل هاني بالظبط فكرت. بقولك ايه؟ نعم. انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع سجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟ للأسف واحد اسمه ابو الدهب دفع التعويضات للناس اللي كانت مقدمه فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر. طيب تأمرنا بحاجه يا سياده المامور؟ لا لسه يا حبيبي، في شويه اجراءات كده وبعدين تتنقلوا تغوروا في داهيه. حسبي الله ونعم الوكيل. ابو الدهب ايه؟ ابو الدهب ايه؟ ربنا يكرمك ابو الدهب ايه؟ قلت لك مش هسيبك؟ قلت لك مش هسيبك يعني مش هسيبك. اظن ان انا مؤاخذه عملت اللي عليا، فاضل انتوا تعملوا مؤاخذه اللي عليكم بقى. تفضل المجله اهي. شكرا. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه؟ بتعمل المؤاخذة اللي اتفقنا عليه؟ انا خلصت لكم الناس اللي اتحبستوا بسببهم ودفعت تعويض دم قلبي، وانتوا تدوني المجلة وتمشوا ما اشوفش وشكوا تاني. بعتي حلمي كانيلي؟ ما كانش قدامي حاجة تانية اعملها يا سيف. طب كويس، يلا بقى نروح نستحمى. انا اسفة قوي يا سيف، انا اللي ورطتكم في كل ده، اسفة ليكم كلكم. اسفة ده يا عسل؟ انا كاعي دم قلبي في المشاوير بتاعتكم دي، انا عايز فلوسي. اتنيل، هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت؟ ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه. طب انت صباح انا ما غلطتش فيكي. خلاص يا خالتي، هنشوفه دافع كام ونديهم له على الجزم على البرتوش. وانت كمان يا صباح، انا اسفه قوي، بهدلتك معايا جدا. لا يا حبيبتي اسفه على ايه؟ ده انا انبسطت جوه قوي، قابلت كل صحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش. طيب انا هلحق بقى قبل ميمي في الخنك، لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زماري غدا عبد الرازق، مش ناقصين مشاكل. اشوفكوا بعدين. ايه ده انتوا حليتوا الكلمات المتقاطعه كمان؟ حليناها يعني، كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت. شكرا على كل حال. يلا ضحي. يلا ايه؟ يلا مين؟ يلا ضحي. لا ابو الدهب ايه، انا لازم اروح البيت اكل لقمه استحمى انضف اقلع الهدمه اللي بقالها اسبوع على جدتك. واعرفك ازاي انا ضحي؟ عرفك ازاي لما تغير وتنضف؟ انا بعرفك من ريحتك. يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. يا ابو الدهب ايه؟ انا الحشرات الزحفه بتاكل في عظمي. خليها تاكل، خليها تاكل. يلا طلعت في لحمي. يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى، انا حاسس ان انا بقيت منتن. لا احنا لسه عندنا مشوار. مشوار ايه تاني؟ لازم نروح عند عم بندق.
وهنعمل ايه عند عم بندق؟ يلا بس نروح وانا افهمكم هناك. يلا تسعين جنيه بجول بورسعيد، 7.5 جنيه. انت بتعمل ايه؟ بحسب يا حبيبي الفلوس اللي كعتها معاكم عشان اخد حقي. 7.5 جنيه كبدة وسجق من على بركة الله اللي في رمسيس، 25 جنيه كافتيريا بورسعيد. على فكرة انا اللي دفعت الفلوس دي. بجد؟ ايوه. ابن النصابة حاسبني وحاسبك؟ تقلقش هتاخد حقك. 50 جنيه كافتيريا البورسعيد. ايه تاني؟ 20 جنيه جيلي كولا لماما كول لماما ميمي. يبقى كده 571 جنيه. انا عايز منكم 571 جنيه. ايه يا معفن ده؟ انا غرقك فلوس. والنبي تنيل، انت حالتك حاجه يا ماما. بس انا مش عايز كلام، انا عايز اعرف انتوا ليه جبتونا عند راجل السقيل دوت. انا عايز اروح استحمى. عشان ندور على الفلوس يا سيف. فلوس؟ ما الفلوس ما المجله مع عم دهب. لا، عم دهب اخد مجله مش المجله. احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا مش فاهم منك حاجه؟ انا هفهمك. احنا كلمنا عم دهب قلنا له هنعمل معاك ديل، انت تطلعنا من كل القضايا اللي علينا واحنا هندي لك المجله. وقلنا لام سماح تجيب لنا عدد ميكي قديم. ام سماح مين؟ ام سماح دي خطيره، عامله زي الفيري كوين، عندها كل حاجه كانك قاعد في كارفور بالظبط. انا قلت لها عايزه فانيلا لاتيه اعملت وريو وفي فوم كمان. ايه الخطوره في ان هي تجيب لك فانيلا عليها دوم يعني؟ مش مهم. انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه وكتبنا مسج زي اللي جده بيكتبهم بالظبط وادينا له المجله. واحنا بقى معانا المجله الاصليه وسوحناها هو بقى بالمجله المزيفه. يا ولاد اللذينة، يعني الفلوس ما ضاعتش ولا حاجه؟ ولا مالكش دعوه بالفلوس دي خالص، انت ليك فلوسك وبس. ال 571 جنيه 571 جنيه بس يا شوشه، واحنا في بينا فلوس يا ماما؟ وبعدين ما تحكميش على حد وهو غضبان. هو احنا لسه هنحل اللغز تاني؟ انا عايز استحمى. خلاص يا سيف، وير اولموست دون. وبعدين بقول لك انا وشريهان حلينا الكلمات المتقطعه. بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم. طيب بسيطه يا جماعه، قولوا لي انتوا بس العدد القادم دوت رقم كام وانا اقلب لكم عليه الدنيا. ما هي دي المشكله بقى، ان العدد اللي احنا لقيناه مكتوب عليه انه العدد الاخير. طب ازاي العدد الاخير ولسه في اعداد بتتبع؟ العدد الاخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجله، مش العدد الاخير عامه. طب ازاي يا جماعه الحل في العدد القادم وده العدد الاخير؟ وعشان كده بقى احنا جينا لعم بندق قلنا هو اللي بيفهم. يا سلام، احلى كوبايه شاي عملتها لكم بايديا دي، حب في حب. طيب يا عم بندق، انا هسالك شويه اسئله كلها حب في حب ومباشره، فلو سمحت خلي اجابتك برضو مباشره من غير لف وحوران. تحت امرك. تعرف العدد ده؟ ها؟ ياه. يا سلام. ايوه طبعا، ده العدد الاخير. ده لي حكايه جميله قوي قوي، تحب احكي لكم؟ لا مش وقته حكاوي بقى خالص. دلوقتي جده بيقول ان الحل في العدد القادم، في عدد بعد ده؟ ايوه طبعا، كان في عدد بعد ده. يعني ايه كان فيه وراح فين؟ راح المطبعه، بس جدك بقى وقف طباعته على طول. وقف طباعته ليه؟ لا ده كان دي حكايه جميله جدا جدا، حكايه طويله قوي قوي. هو انت كل حكاياتك طويله؟ مفيش حكايه قصيره تقولها لنا ونخلص؟ الله الله، في ايه؟ خلاص يا سيف خلاص، معلش يا عم بندق خليك معايا. هو عنده حق بصراحه. طيب العدد ده موجود في المطبعه؟ ايوه طبعا موجود في المطبعه. وحضرتك تعرف المطبعه دي فين اصلا؟ ايوه طبعا عارف المطبعه فين. اوكي يلا بينا. يلا. ثانيه واحده يا جماعه. عم بندق انت متاكد انك تعرف مكان المطبعه فين اكيد؟ ايوه طبعا عارف مكان. يعني مش هنروح وتقف تقول لنا كانت هنا وتهدد وتبنى مكانها حاجه تانية؟ ابرغ نايل سيتي. يا اختي يا عم حرام عليك، انت بتعمل فينا كده ليه؟ ما تقول على طول وتنجز. ما انا بقول على طول. الله، انتوا اللي مش محددين الاسئله بتاعتكم، وانا قلت قبل كده اسالوا اسئله مباشره اجاوب اجابه مباشره على طول. انتوا قلتوا حاجه؟ على انتوا قلتوا فين المطبعه؟ قلت لكم فين المطبعه؟ عارف مكان المطبعه؟ ايوه عارف مكان المطبعه. انت بتتكلم على ايه؟ الله، انتوا اللي بتتكلموا وخلاص. بس علينا يا عم. شوفي مش شوه ازاي؟ انا مش هتكلم، كمل يا سيف لو عايز تتنرفز. خلاص خلاص يا جماعه اهدوا كده، استهدوا بالله. بسيطه بسيطه جدا، احنا نروح لنجيب سويرس ونقول له يا حاج نجيب وانت بتهد وبتبني ما لقيتش عدد كده هوت وشلته على جنب، ممكن يكون شايله في تمراي مثلا ولا حاجه.
انا مش هتحرك من المكان ده غير على بيتي عشان اروح استحمى. يا عم تستحمى، ما انت ريحتك زي الفل اهو. انا ريحتي ما انت نتن. انا بجد تعبت، ربنا يسامحك يا جدو. يا جماعه انا مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ الله، مكبرين الموضوع ليه؟ عشان العدد راح والفلوس راحت. يا ست حتى لو كان العدد راح، الله، يبقى في المسوده. يعني ايه مسوده؟ المسوده دي زي العدد بالظبط. جدك الله يرحمه كان تملي يعمل مسوده كده ويشخبط فيها وتبقى زي العدد بالظبط. موجوده المسوده دي، موجوده في المرسم. ايه 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 مالكو؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ ما انتوا ما سالتوش عن المسوده على طول؟ انتوا سالتوا عن المجله؟ وانا قلت المجله اللي في المطبخ. لو قلت على المسوده كنت قلت المسوده فين؟ اتفضل اتفضل بقى، ورينا فين الزفته المسوده دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا، هو ايوه 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 بنداري. انا فاكر كانت في الحته دي، في الجنب ده، في الجنب ده، ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 لا، هو ايوه تعالي. الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متأكد. متأكد متأكد؟ صراحة لا مش متأكد، اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس، لكن ما حطش الحوار. يا سلام، كانت قصه حلوه قوي قوي قوي، لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصه دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصه طويله حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها. في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقول لك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانه واخده برشام. فلخص. لا خلاص، ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى، كان في بطوط، بطوط ده كان ليه ثلاثه، الثلاثه دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطه. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه. اسمع القصه وخلاص. التلاته دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبه صغيره قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبه دي ومخبيها، وراح راسم خريطه وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبه. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني، يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس، لحد اخر المشوار حلوا اللغز الكبير، وصلوا للعبه. جي ميكي راح واخد اللعبه دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض، بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين، متحبين، مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدود. اتفضل اتفضل بقى، ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا. نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا، هو ايوه 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 بنداري. انا فاكر كانت في الحته دي، في الجنب ده، في الجنب ده، ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 لا، هو ايوه تعالي.
الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متأكد. متأكد متأكد؟ صراحة لا مش متأكد اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس لكن ما حطش الحوار. يا سلام كانت قصة حلوة قوي 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 لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصة دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصة طويلة حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها. في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقولك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانة واخدة برشام فلخص. لا خلاص ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى كان في بطوط، بطوط ده كان ليه تلاتة، التلاتة دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطة. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه، اسمع القصه وخلاص. التلاته دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبه صغيره قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبه دي ومخبيها، وراح راسم خريطه وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبه. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني. يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس لحد اخر المشوار حلوا اللغز الكبير وصلوا للعبه. جيميكي راح واخد اللعبه دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدودة. حلو قوي حدودة جميلة. المهم بقى دودو ويويو وفوفو دول لقوا اللعبة فين؟ بصراحة أنا مش فاكر. ما تشوف يا أخي أنت في المسودة دي يمكن. اهي لا في الساعة مبندول. ايه الساعة مبندول دي؟ ايه ده؟ مفيش اي حاجة هنا جوه ومفيش حاجة فوق برضه. طب وسعها وسعها. عايز شاكوش. شاكوش شاكوش. في شاكوش هنا يا عم بندق؟ هو كان هنا في شاكوش. يو انت هتقعد تير. انا اتخيلت بشاكوش هنا. احنا جايين نرجع لك ذاكرتك. معلش. طمن. لا طمن طمن. هاني. ايوه. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة في حاجة جوه. طيب ايا كان اللي جوه واضح ان هو حاجة صغيرة. بص يا جماعة لو ما كانش اتليست حتة ألمازة قد كده يبقى احنا اتخرب بيتنا. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ هات الهبل ده. استنى كده رجعها يا هاني. يا جماعة في حاجة جوه. حاجة جوه ايه دي؟ حصالة. هو جدكم كان شال الكنز وهو في تالتة ابتدائي؟ نكسره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. استنى هاني عشان نبقى بوزيتيف بس. ايا كان اللي جوه واضح ان هو حاجه اصغر من اللي انا توقعتها، بس هو لو ما كانش اتليست حتت الماس صغننه كتير كده من ورا يبقى احنا اكيد اكيد ديفينتلي اتخرب بيتنا. مفيش. خلوا بالكم بس عشان النطورة اللي هتحصل. يا رب. في حاجه
ده جنيه ذهب. طب بكام ده؟ ده بحوالي 2282 جنيه. 2280 على 4 يبقى 570، ويبقى انا كده خدت حق يا جماعه، ويبقى فاضل لي جنيه وانا مسامح فيه. يعني احنا قاعدين ندور على كنز عشان في الاخر لا مؤاخذه يطلع جنيه ذهب؟ اه، ما اكيد اللي كان عامل اللغز ده كان طارق علام. طيب يا جماعه استنوا يا جماعه، اكيد لو كسرنا الجنيه هنلاقي حاجات اكيد اقل من الحاجات اللي احنا كنا متوقعينها، بس ممكن نلاقي حاجه يعني. خلاص ما تزعليش نفسك يا نيلي، احنا عملنا اللي علينا وده نصيبنا، هنعمل ايه تاني يعني؟ نيلي انت ما خسرتيش حاجه على فكره، انت كسبتي اهلك وناسك، كسبتي شريهان وكسبتي هاني وكسبتي معانا جنيه دهب على فكره. هو المهم لمة العيلة، جدك أساساً ما كانش متصور إن أنتوا هتتقابلوا وتحبوا بعض بالشكل ده. أنا مش زعلانة خلاص يا جماعة عشان ما لقيناش الفلوس، بالعكس أنا مبسوطة عشان مشينا الرحلة دي مع بعض، وكمان أنا اتغيرت وفهمت الدنيا ماشية إزاي، ومبسوطة أكتر إن أنا عرفتكم. ممكن أقولكوا حاجة بس متزعلوش؟ أنا بجد عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن أنا ينفع أسلم عليكوا أصلاً. بس دلوقتي أنا ما أقدرش أعيش من غيركوا. أنا بس كان نفسي في الفلوس عشان كنت طبعاً هتخرجي بابا من السجن. لأ، عشان أجيب النيو كولكشن الصيفي، لأن أنا لابسة لبس الصيف اللي فات ودي بالنسبة لي حاجة مهينة جداً، وبالباقي كنت هطلع بابي. لأ لأ، أنا اتغيرت. الأول لما لو لقيت فلوس هطلع بابي، وبعدين بعد كده هبقى أجيب لبس. أنا كمان يا جماعة اتغيرت، ولازم يا هاني أجيب الكولكشن، لأني خلاص من بعد ما دقت النظافة مش هينفع ألبس الفيزون تاني. وأنا كمان اتغيرت وبقيت نتن. ممكن نمشي من المكان القذر ده عشان أروح أستحمى؟ أكبر صح، يلا بينا يلا. أنا لسه ما اتغيرتش يا جماعة، استنوا لما ولا اتغيرت. هاني إيه؟ هات الجنيه الذهبي ياه. خدي حلال عليك. يعني جدكو ده يعني الراجل الميكي دوت ما كانش قادر يملى لنا التماثيل الكبيره دي ذهب بدل العروسه الصغيره اللي حاطط لي فيها نص جنيه ذهب؟ زعلوش مني يا جماعه. ييكي عمل لهم لعبه كبيره زي اللعبه الصغيره دي للثلاثه، واداها لهم مكافاه عشان حبهم لبعض. يا عم بندق، ما احنا لقينا الفلوس اهي. دموع الفرح يا بنتي، انا ما كنتش متصور ابدا ان انتوا ممكن توصلوا للفلوس دي. وجدك الله يرحمه تعب قوي 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 على ما بدل فلوسه بالفلوس الذهب دي، وقعدنا 7 ايام نحشر البتوع دول بالفلوس الذهب. قعدت عارفه ده اهو، ده بالذات بقيت احط فيه كده واحشر كده اهو زي ما يكون بتعمله منبار، واحط كده واحط كده اهو كده اهو. ده اتعور، ده اتعور من كتر بتاع والله. عارف ده بيتعور بقاله كام سنه؟ شوف كده. ايه مالكم؟ ما انتوا
انتوا سالتوني على الفلوس الذهب وانا ما قلت انتوا كنتوا بتسالونا على الالغاز الالغاز بتسالوا الالغاز ولا ما سالتونيش على الفلوس ده صح 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 ايه يا جماعه في حاجه جوه جوه فين طب هاتوا بقى يا هاني هنا على الترابيزه وقلبوا كده ونرج ونشوف في ايه ماشي بس بقول لكم ايه سيبوا مين انتوا فتحتوا التماثيل الكبيره سيبونا انا وسيف نفتحه ده بقى ماشي افتح مين تعالى بس كده تفتح ايه يعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ايوه هات السكوش يا شوشو حرام عليكم حرام عليكم اسمع انت فين هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم انت متاكد ان احنا ماشيين صح ابو الدهب بيه عيب هلا انت مع ابو الدهب اللي ما تفوتوش فوته اصبر على حقي لكن اخده من بوق السبع ايه القصه بتقول ان الكنز في قريه اسمها بيبيتو خواريز في صحراء المكسيك ما كفايه خواريز بقى ابو الدهب بيه اخلص ايوه يعني قدامنا قد ايه هانت كلها يومين بكتير يا نهار اسود يومين طب هات شويه ميه من اللي معاك انا مش لسه بديك ميه من سبع ساعات ايوه خلص هات شوية مية بس قابل الشفايف اخلص امشي حا حا ده حمار مكسيكي يا غبي هيفهمك تقول له حا امال اقول له ايه؟ قول له خا 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 حاضر خا خا خدني يا رب يا زهر النساء
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. هاي. ازي حضرتك؟ كويس. مش فاكراني انا شريف صاحب سيف؟ صح. ايوه صح. مش انت اللي كنت تتدرب في الجراج؟ ايوه كنت قاعد في الكافيه. ممكن تفتكري دي كمان؟ ايوه صح. صح when you were stalking me. صح انا ونمي. صح I remember. ازيك؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ انا كويسه. انت عامله ايه؟ امك ممكن تطلب منك طلب؟ اه شور اتفضل. ممكن نرقص على البتاع ده وحات امك وحات امك نرقص انا وانت وحات امك. شريف ام سوري انا مش عايزه ارقص خالص النهارده خالص. ليه؟ طب انا هحكي لك حاجه سريعه جدا. انا دلوقتي عمري ما عرفت ولا واحده. لو كنت اعرف حد كنت جبت معايا الفرح ده كنا انبسطت معاه. بس انا ما اعرفش حد خالص. ما عنديش اي علاقات. انا مره كنت اخش في علاقه ها والبوليس جه وبعدين كان في جثه بتاعت خليل كوميدي وحاجه مصيبه. انا غلبان والله العظيم. انا عايز ارقص مع اي واحده عشان خاطري والنبي. خلاص 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 حرام. خلاص اوكي هرقص معاك بس راسه واحده بس. موافقه واحده امك؟ ايوه يلا يلا اوكي. جاست وان جاست تن براحتك. يلا ماشي. عايز ترقصي ايه بقى؟ يلا تعالي. عادي زيهم سلو دانسينج عادي. مش عايزه رقصه معينه يعني. ممكن ارقص معاكي مايكل بريك دانس. ايه مايك ايه رقصه مايكل دي؟ معرفهاش. مايكل جاكسون. مايكل ليه؟ ايه ممكن اعمل لك دي ها وممكن اعمل لفه بقى اللي هي ايه والسحبه عارفه اللي هي قوم ساحب كده سحبه. ماي جاد فقريه والله. كنت هلففها على الستيج ده. المهم يلا بينا. لا يلا بينا ايه؟ نرقص سنو زيهم. لا السنو ده حرام يا بنت. انا جوزك. لا يا ابني حرام. دول خواجات لكن السنو ده حرام. وخالتي انحرفت بترقص سنو مع جوزها. حرام. سيبك انت من الكلام ده. مبسوطه قوي ان احنا اتجوزنا يا دبدوب. الخطوبه كانت طويله وممله. انسي بقى الايام دي. الايام اللي جايه كلها دلع. عامل لك مفاجاه. انما ايه؟ حاجز لك سويت كبير بحمام في فندق ساجل على المريطيه. الله. بس انا كان نفسي في حاجه يعني على البحر يا بنت. ما سويت على المريطيه عدل. ايه ده ترعى فيو؟ امال نخلص بقى الهانيمون تروح شقتك الجديده حاجه 75 متر في برج المدينه اللي على البيني. انما ايه تشوفي منه الهرم الاكبر. بس لازم تقفي في شباك المطبخ وتشبي قوي يعني او تجيبي حاجه وتقفي عليها. الله الحمد لله يا رب الحمد لله. انا مبسوطه قوي انك هتسكنني في البيني. ده انا كان كل حلمي اوضه وصاله بس في كعبيش. ولسه بقى في مفاجاه اكبر. ايه بقى؟ قدام عربيه بجو 504 5 راكب موديل 78. انما ايه حديده تخش بيها في الحيطه. الحيطه ما يحصلهاش حاجه. طب وليه المصاريف دي يا هاني؟ حرام كده هنفرتك الفلوس لتبذير وبزخ على فكره. بزخ ايه يا بنتي؟ دي لقطه ب 16,000 بس. طب ومالها المكنه بتاعتك؟ ما هي مقضيانه اهي وما اشتكتش. على راي المثل خد بالتل يا اختل. عندك حق يا شوشو. بس احنا لازم نفكر في المشروع برضه عشان الفلوس اللي معانا ما تتفرتكش. صح. انا بفكر نجيب كتاكيت. الكتاكيت تكبر تبقى فراخ. الفراخ تبيض نبيع البيض نشتري كتاكيت. الكتاكيت تكبر تبقى فراخ. ما تعرفيش البيض مربح قد ايه. ده مشروع رائع والكتاكيت كمان مربحه. مظبوط. عسل. يلا بقى ناخد لفه. لا مش هينفع خلاص. يلا ارقص كده. ارقص السلو اهو. ده السلو المحترم. يلا. وحشتيني قوي يا صباح. انت كمان وحشتيني قوي 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 يا سعد دل. حبيبتي بقول لك ايه يا سعد دل. اتفضلي. انا اصلي حبيتك قوي قوي. انا كمان. ونفسي اقولك على شويه حاجات كده حصلت لي في الماضي. قول. هم حاجات بسيطه لا تذكر يعني. 12 قضيه بس. ما تقوليش. انا شفتهم فلاش باك قدامي كده. اصل انا كمان الحقيقه حصلت لي شويه حاجات في السجن. تعرفت على ناس اصدقاء وحصلت لي شويه حاجات. بس انا قلت لنفسي طالما ان بابليك ونو فيلينج دي بس وات. بس الحقيقه كانوا وحوش. بس اوكي اوكي ما تقولش. ما انا مجربه السجن وليالي وعارفه اللي بيجرى فيه. واسال مجرب ولا تسالش طبيب. نيلي انا فرحان قوي مش مصدق نفسي. حاسس اني بحلم. حاسس ان ضربات قلبي مش منتظمه ونص وشي الشمال منمل وايديا بتترعش جامد. يعني ايه يا سيف؟ هيجي لك جلطه من الفرحه؟ ما هو انا كده لما بفرح زياده بيحصل لي مضاعفات. لا يا سيف لو سمحت اهدى. مش هينفع يحصل لك اي حاجه وحشه النهارده. انا عايزه بعد الفرح انزل صوري على انستغرام وكل الناس تعرف ان انا حياتي بقت كويسه ومظبوطه وان كوين ان از باك. وان شاء الله لما نرجع بيت بابي هبقى اطلب لك دكتور. بابي ايه؟ لما نروح بيتنا. ما هو بيت بابي هو بيتنا. لا بيتي انا هو بيتنا. لا معلش نو واي عايش في البيت الصغير الكلاسيك اللي كله كتب ده. انا بحب المودرن. تاني يا نيلي تاني
رجعت للعجرفة دي تاني؟ سوري حبيبي، أنا أعيش معاك في أي داهية. أنا هبقى أعرف أظبطك إزاي. شريف يا سو، يلا يا مامي يا مامي. مرفلاي ايه ده؟ انت مين؟ صحيح مين اللي جو ده يا جماعه؟ ثم ده فرح مش افتتاح محل. معلش يا بابي بس شكله حلو معانا في الصوره. يلا اوكي. العفو شريهان، تعالي معايا بليز، عايزه قاعده للدريس. ماشي، انا رايحه التواليت. باي 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 يا خال. مبسوطين قوي، مبسوطين انكم حليتوا اللغز. اضحكوا وانبسطوا، انتوا مش عارفين ايه اللي هيجرى لكم لسه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش ده جدو ميكي؟ تقريبا. انت مين يا حاج؟ انتوا اللي مين؟ انا نيلي. وانا شريهان. وانا فطوطه. نهار اسود، جدك لحس لي مخ. يلا يا بت يلا. اوعى حد يقول حاجه، اوكي؟